احنا كرحمة عالمية عندنا شراكة مع مكتب في اندونيسيا نقيم معاه المشاريع، واخترنا طبعا العمل في اندونيسيا كونها اكبر تجمع للمسلمين حول العالم. تعتبر مؤسسة الفتيان هي الجهة الممثلة لجمعية الرحمة العالمية، وبيننا وبينهم عقد تعاون شامل وموسع منذ عام 2003 حتى الآن. نركز في مشاريعنا في اندونيسيا على المشاريع التعليمية النوعية، ومنها طبعا المجمعات التعليمية اللي يمكن كل مجمع يحوي على عدد يوصل من 800 ويصل بعض المجمعات إلى 1500 طالب وطالبة، حيث أن التعليم يأخذ 70% من مجمل العمل في مؤسسة الفتيان. أيضا عندنا اهتمام في المشاريع النوعية والمشاريع الإنشائية الكبيرة، مثل المراكز الإسلامية، مثل المساجد، مثل مراكز تحفيظ القرآن والمدارس المتخصصة الموجودة في اندونيسيا، وكذلك قسم كفالات الأيتام الذي يشرف على كفالة الطلبة الفقراء والأيتام والأسر المتعففة والدعاء وأئمة المساجد، وكذلك يتولى تنفيذ المشاريع الإغاثية عند حدوث كوارث مثل الفيضانات والزلازل. كذلك ننفذ في مؤسسة الفتيان مشاريع تنموية مثل توزيع قوارب الصيد وماكينات الخياطة وعربات بيع الطعام للفقراء التي تستخدم في البيع في الشوارع وفي الحارات الفقيرة في أندونيسيا. الآن الحمد لله بفضل الله عز وجل آخر مشاريعنا النوعية اللي تم افتتاحها قبل يمكن كورونا بشهور قليلة، وصلنا إلى إنشاء جامعة الوفاء اللي بداية بدأت بتخصص الاقتصاد الإسلامي، ومستقبلا راح يكون فيها اللغة العربية وتخصصات مختلفة كثيرة بإذن الله عز وجل. تقوم جمعية الرحمة العالمية بشكل سنوي في زيارات دورية إدارية ومالية من أجل تفقد العمل والوقوف على سير المشاريع والوقوف على الاعتمادات المالية وأنها صرفت حسب المتفق عليه. كل هذه المشاريع اللي ننفذها في أندونيسيا تتم بإشراف مباشر من وزارة الشؤون، وعمليات التحويل لهذه الأموال تتم عن طريق منظومة وزارة الخارجية، مشكورين في تحويل كل هذه الأموال إلى أندونيسيا. كذلك لدينا زيارات مستمرة مع السفارة الكويتية، ونرفع لهم تقرير كل 3 أشهر حول المبالغ المستلمة من السفارة الكويتية وكيف تم صرفها، ويذكر في هذا التقرير جميع الصرفيات وجميع المشاريع والمشاريع المنفذة والمشاريع تحت التنفيذ، ويرفع بتقرير مصور للسفارة الكويتية كل 3 أشهر، وفي نهاية كل سنة يرفع التقرير السنوي الإداري مع التقرير المالي لسعادة السفير الكويتي في أندونيسيا هنا. طبعا منظومة وزارة الخارجية ما يتم التحويل لأي مشروع إلا هذه الجهة تحصل على اعتماد في وزارة الخارجية عن طريق تقديم طبعا بيانات مالية، تفاصيل للمشاريع واعتمادها في الدولة الموجودة فيها، بعدها تأخذ اعتماد من وزارة خارجية وتصير متاحة للتحويل على منظومة وزارة خارجية.